صباح الخير. احنا حكينا قبل كده ان شاء الله ان احنا نوريكم الاف سي يو كامله اللي هي وحده الاندور يونت المركزي من الداخل وطريقه صيانتها. هي دي الوحده كامله زي ما انتم شايفين. ديت الكويل، دي منطقه الكونكشن بتاع البايبات. طبعا المنطقه اللي قدام للكويل دي المنطقه اللي احنا بنعمل كونكشن عليها في الداكت من هنا. اوكي. وهنا ورا الفلاتر كلها اللي بتركب. الفلاتر احنا فكينا اهي قدامكم. الفلاتر بتبقى راكبه في المنطقه دي هنا كده، يبقوا راكبين فلترين. هوري لكم الماكينه من الداخل. احنا فكينا اوريدي الكفرات. ادي وحده الاندور الداخليه المركزي، بتتكون من الكويل، وحدة المبرد اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وحدة المبرد تشبه راديتر السيارة بالظبط، ما تفرقش عنه في أي حاجة كتير طبعا إلا بقى في مقاسات البايبات والتخانات والأمور دي كلها على حسب المقاس. عندنا الدخول ده هنا، دخول المية الباردة، ده الراجع بتاعها، ده الخروج للمية الباردة. يعني ده عبارة عن دايرة المية بتلف وتطلع على بره على طول، دايرة سيركوليشن على طول فيها. ميه بتيجي مبرده بتدخل الاندور. اوكي. بتدخل الوحده عن طريق البايب اللي هو من الاسفل، وبعد كده بتخرج الميه على طول من هنا. طبعا في وحدات الفالف باكج اللي بيركب عليها اللي هو بيتحكم في كميه الميه اللي تخش وتطلع، بيتحكم في درجات التبريد عن طريق اللي هو الاكشويتر والترموستات اللي هو بيقفل الميه ويقلل الميه بنفس الطريقه اللي انا عايزها عشان اتحكم في درجه التبريد اللي عندي في الغرفه. اوكي. ده الدرين لاين، ده الحوض اللي تحت، ده الحوض ده اللي هو الميه اللي هي بتنزل تكثيف، بتطلع الميه دي عن طريق الهوز بايب ده، بنربط فيه البايب اللي هو بيطلع على الصرف على طول. اوكي. ده الكونكشن بتاع الكهرباء بتاع الموتور، ده البوكس بتاع الكونكشن بتاعها. بقيت مكونات الاف سي يو او وحده الاندور يونت، موتور دبل شافت عليه اتنين مروحة، او هنا بنقول عليهم بالظبط بلور، بيبقوا راكبين مربوطين على نفس العمود بتاع الموتور ده اللي هو على الشافت بالظبط، مربوطين عليه. في حالة الدوران الموتور ده بيشتغل ثلاث سرعات عشان نقدر نتحكم في درجات الهواء اللي احنا محتاجينها في قلب الغرفة. اذا كانت الغرفة حر ممكن ازود التبريد وازود الهواء، وازود نسبة الهواء اللي تبقى زايدة عندي. الغرفة باردة بقدر اقلل السرعة زي نظام المروحة العادية بالظبط اللي عندك في البيت اللي شغالة ثلاث سرعات. اوكي. بس هنا طبعا اللي بتفرق ان سيستم التبريد. الماكينة زي ما انتم شايفين البودي بتاعها كله معزول بالداخل كامل بالانسوليشن لاينر اللي عليها ده عشان الصوت، عشان وهي شغالة تخفف الصوت تماما من عليها. اوكي. دي المكونات كاملة بتاع وحدة الاندور يونت. طريقة الصيانة، طريقه الصيانه للاف سي يو دي على طول. في جميع الحالات احنا عندنا الفلاتر دي بتبقى راكبه بنفس الشكل ده، بتبقى الفلاتر دي راكبه بنفس الطريقه دي كده. اوكي. اول حاجه بنعملها ان الفلاتر دي بتتفك وتتغسل، تغسل غسيل حلو بميه، وبعد كده بنصفيها من الميه اللي فيها ونحطها في الشمس شويه لحد ما تبقى ناشفه، عشان لو جينا نشغلها وهي طريه ترجع تعمل التراب اللي يجي فيها بيعمل زي العجين بعد كده ويكتم الفلاتر دي، يكتم الفتحات من جديد. فالافضل ان احنا نطمن ان الفلتر يكون نظيف وناشف بعد غسيله. بتغسل بالماء العاديه جدا، ما فيش اي حاجه فيها بتختلف. ثاني شيء المراوح، البلاور اللي من جوه ده، البلاور اللي جوه ده بنمسك فرشه وننظف الاماكن الداخليه دي كلها، كل الاماكن اللي جوه دي نقدر ننظفها بفرشه، لان هنا بيبقى على المروحه دي بيبقى في تراكمات للاتربه عليها. فده من ناحيه النقطه الثانيه للصيانه، ان احنا بننظف الفلاتر، بننظف البلورات كلها بالكامل، بننظفها بفرشه، بنفصل الكهرباء بتاع الماكينه بيبقى لها سويتش جنب منها، ونبتدي نقفل، نبتدي ننظف كل البلورات من الناحيتين. يعني هنا البلور ده من الجهه دي ومن الجهه دي بيبان، هو كده باين افضل. بتمد فرشه في قلب منه وتنضف الكلام ده كله. اوكي. ولو في احيانا كتير ان احنا بنضطر ان احنا نفك البلاور كامل، بلاورات بالموتور،
من هنا عن طريق المسامير ديت، اوكي، عن طريق السكرو ده كله بالكامل. بنطلع البلاور بالموتور من هنا كامل، بنطلعه خالص ونبتدي ناخده نفصل البلاورات عن الموتور ونغسلهم بميه، واذا كان فيهم اي صدى او شيء، بس هو في الغالبيه اللي احنا عاد بلاورات الوقت بتيجي الومنيوم، ما عادش بتيجي حديد زي الاول. كانت بتيجي حديد كنا بنرجع ندهنهم بعد ما نغسلهم وننضفهم، ندهنهم بالالومنيوم تاني، الالومنيوم بنت يعني. اوكي، الحاله الثالثه في الصيانه، شوف انت هنا لما تشوف البلاور بيلف قدامك اهو، اما تشوف البلاور بالطريقه دي اللي قدامك، كان الاول كل الاتربه اللي بتيجي في قلب من ناحيه الفلتر وتخش على البلاور تخش على الكويل من جوه، من بين المكانين دول تخش الاتربه كلها في الاماكن دي كلها. فاحنا مطلوب بعد فتره معينه تلاقي التكييف تبريده قل والهواء اللي فيه من كميه الهواء ما عادش طالعه زي الاول، فبنجيب ماده كيميكال ونكبها على الكويل ونغسلها بميه، بس الميه بضغط ببريشر. في الحاله اللي زي لازم نكون فكين البلورات ونشيل الجزء ده كمان بالكامل، الجزء اللي هو الشيت اللي في النص اللي بين المكانتين، او اطلع الكويل لوحده خالص وابتدي اعمل له غسيل كامل بالكيميكال عشان اضمن ان المسام اللي بينه اللي بين الفنس والناحيه الثانيه معديه تكون نظيفه وفاضيه، انها تطلع لي كميه الهواء اللي بيطلعها الموتور، ما تبقاش مكتومه وما يقدر وكميه الهواء اللي تطلع لي تطلع قليله. اوكي، ده بالنسبه لعمليه الغسيل مع الصيانه.